ولد الشاب حسني شقرون في حي قنبيطة أول فبراير 1968 في مدينة وهران قلب الراي. بابا حداد وأمه ربة بيت وعنده 5 خاوة. حبه للفوتبول خلاه يتوقف على الدراسة مالغري باباه كان يحلم يخرج ولده طبيب، وبدأ مشواره في كرة القدم مع نادي وهران. باباه تجاهل النزعة الموسيقية اللي كانت في حسني، اللي كان وقته كامل يا يلعب فوتبول يا يغني في الشانسون تاع الراي المشهورة في الوقت هذاك. الشاب حسني اعتزل كرة القدم وهو صغير بسبب إصابة دخلته للسبيطار مدة أسابيع، وهنا كان يسمع أغاني فريد الأطرش. كي خرج من السبيطار زاد وزنه ورجع ما يقدرش يلعب بالون، ومنها ركز مع الفن برك. منين جات موسيقى الراي الجزائرية؟ الإسكندرية المصرية كانت نقطة لقيت فيها الحضارة الفرعونية واليونانية، والمزيج هذا أنتج الثقافة الهيلينستية. حتى موسيقى الجاز كانت نتيجة تعليق أنغام أوروبا مع إيقاعات إفريقيا في نيو أورلينز الأمريكية. كيفهم؟ وهران امتزجت فيها الموسيقى تاع إسبانيا وفرنسا والعرب والأفارقة، وهنا ولدت موسيقى الراي. قصة الراي بدأت في مدينة وهران في 1920. في الوقت هذاك الجزائر كانت واحدة من مستعمرات فرنسا، المجتمع كان عايش في فقر كبير زائد القمع تاع فرنسا. هنا جات أغاني الراي كانعكاس صادق للمجتمع هذا باش تصور معاناة الجزائريين. أما كلمة الراي فجاءت من الرأي والرؤية. بعد الاستقلال حجبت موسيقى الراي من التلفاز الجزائري، بصح هذا ما منعهاش من الانتشار في أشرطة الكاسات اللي كانوا يهربوها وتوصل للمستمعين في كامل الجزائر. وهكا موسيقى الراي انتشرت بين الشباب وتحتمت على السلطة أنها تعترف بها، لدرجة داروا أول مهرجان تاع الراي في 1985. كيفاش بدأ حسني طريقه في الراي؟ بدأ حسني في تنشيط حفلات موسيقية صغيرة وأعراس محلية مع فرقة محلية اسمها قادة ناوي. حسني بدأ في الشهرة بسبب أداءه الهائل وصوته المؤثر. كي وصل 18 عام دار كونترا مع شركة إنتاج محلية وسجل أول ألبوم مع الشابة الزهوانية. أول غنية كانت اسمها البركة وتماركات شانسون إيروتيكية بسبب كلماتها اللي مش مولفينها الناس. هنا بدأت نجاحات حسني بعد ما ركز على الأغاني الرومانسية، واللي هو ستيل اللي يميز مسار الشاب حسني اللي فيه 150 ألبوم. بلا ما ننساو السهرة تاعو في ملعب 5 جويليا عام 1993 واللي نقلاته لمستوى آخر. وقتها كان حضرة الجوال، بصح الحفلة حضروها 150 ألف مشاهد وريحوا في الملعب من المغرب إلى الفجر. من وين استلهم حسني أغانيه؟ قدر حسني في 7 سنين يقدم واش ما قدروش يديروا فنانين اخرين في عشرات السنين. سكن قلوب الناس وقاوم الحرم والارهاب باحساسه وتحدي التهديدات اللي كانت تجيه. هذا هو حسني اللي ارتبط اسمه بالسنتيمنتال. غناه عودوه الشباب من بعده لانه استلهم كلامه من الواقع ومن تجاربه العاطفية، فقدر يتوشي مشاعر الشباب بدقة عالية. كان يغني كأنه عاش كامل تجارب الحب والحزن، وكأنه قلبه تحطم شحال من مرة، وغناياته ما كانوش بعاد على حياته كما كل فنان. بصح هو غنى حتى على علاقته مع ولده عبد الله. من أشهر غناياته طال غيابك يا غزالي، وما زال كاين الاسبوار، وما تبكيش دم كتوبي، وغنايات كثيرة عاشت مع جيل التسعينات. حسني خلى أكثر من 300 غنية تحكي على الهجر والهجرة وعلى الحب والخيبة وعلى الأمل والفقر. تباعت الملايين من ألبوماته، وأشهرها البيضة مونامور والبركة وغنيات كثيرة عاونت شباب التسعينات أنهم ينسوا يوميات القتل والإرهاب. الجانب المظلم في حياة الشاب حسني، حسني عانى الفراق في حياته، فراق الزوجة والابن، وهذا الشيء اللي زاد عمق كلماته وجمال أغانيه اللي تتعلق بحياته الشخصية. يقول في غنية من غناياته: أنا أصبر على ودي حسني كان رمز للمقاومة ضد الإرهاب، هذاك علاش راسه كان مطلوب. عكس بزاف المغنيين اللي اختاروا الهربة لفرنسا، حسني قرر يختار الحياة البسيطة وديسي دا يعيش في شوارع مدينته.
29 سبتمبر 1994 تاريخ يعرفوه كل الجزائريين، وعارفينه المغاربة والتوانسة والليبية وغيرهم. حسني نزل من سيارته وسط حيه، وكان جايب معه كرسي متحرك لواحد من جيرانه. ثلاث رجال يروشوا له، راح ليهم بالطيبة تاعو، مداير في باله أنهم ديفان يعني معجبين، حابين فوتو ولا أوتوغراف. الأول خمس معاه والثاني عنقه وفرغ فيه الرصاص، واحدة في رقبته والثانية في رأسه. هربوا في سيارة مسروقة وخلوا حسني. حسني مات في عمره 26 عام، غنى 7 سنين، بصح كانت كافية باش يتبعوه ملايين من الشباب اللي كانوا غرقين في سوداوية العشرية السوداء. وحتى لو حسني مات، يقعد حي في قلوب الملايين من الجزائريين في الجزائر وفي الخارج. وزادوا بعده مغنيين كتار بصمة حسني عاشت فيهم، وفي الجزائر راح نشوفوا بزاف حسني، وكل يوم فن جديد.